السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، طبتم جميعا وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين أو مع النبيين عشان نقرأ بنافع إن شاء الله، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا مجلس جديد من مجالس الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام العلامة ابن بري رحمه الله رحمة واسعة، وقلنا إننا سنستعرض شرحا لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل المختصر المخل، وإنما هو وسط بين هذا وذاك من خلال النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو من أفضل شروح الدرر اللوامع، وهو للشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني شيخ القراء والمقرئين بالزيتونة في القيروان في تونس، المتوفى سنة 49 و300 وألف. بنشوف كده احنا المقدمة في المجلس السابق تكلمنا عنها، مررنا عليها مرورا سريعا، والآن عندنا وقفات أيضا سريعة عند المقدمة. أول شيء في المقدمة حمد الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تستفتح حياتك أيامك كل شيء تفعله بذكر الله بسم الله وبحمد الله، وإن زدت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير على خير وهو نور على نور. ويكفي أن الله افتتح كتابه بالحمدلة، الحمد لله. عندما نقول البسملة والحمدلة هذا مصدر منحوت يسمى عند علماء الصرف بالنحت، وهو أن تعمد إلى مجموعة من الكلمات فتختصرها في كلمة واحدة بقصد الإيجاز. يبقى الحمدلة يعني الحمد لله، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاستعاذة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الحسبنة حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب الجعفدة، مين يعرف الجعفدة؟ مين يقول لنا الجعفدة يعني ايه؟ يعني جعلني الله فداك. الصحابي الوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك هو عبد الرحمن، اسمه مين؟ سعد بن ابي وقاص. نعم، سعد بن ابي وقاص اللي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في بدر ارمي سعدا فداك ابي وامي. اذا الحمدلله، عليك بالحمدلله دائما، تستيقظ من النوم الحمد لله، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور، وبعدين الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي واذن لي بذكره. الله، شوف كلام جميل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. عليك بالحمد لله دائما تحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والحمد بخلاف الشكر، ايش هو الحمد وايش الشكر؟ الحمد هو ذكر محاسن المحمود، فهو غير متعلق بوجود نعمة أو عدمها، هذا هو الحمد. أما الشكر فهو الاعتراف بالجميل والإقرار بالجميل والفضل، فهو متصل بالنعمة فقط، الشكر يكون على النعمة، إنما الحمد في كل أحوال، في نعمة ما فيش نعمة دائما الحمد. طبعا كلمة مفيش نعمة دي غير موجودة، لأن دائما نعم الله تغمرنا في كل لحظة، تترى على الإنسان مليارات النعم لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. يعني كلمة مليار دي شوية، إنما نقول إيه، ما لا نهاية، ما لا نهاية من النعم. نعمة إيه؟ نعمة الإيجاد، الإمداد، الإرشاد، الماء والهواء، كل نعمة
تحتاج إلى تفكر وتدبر، وكل نعمة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. ومن أسرار السعادة الحمد والشكر، من أسرار السعادة. ذاك واحد ذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، وقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: هل لك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: هل لك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء، عندك بيت وزوجة، يبقى أنت غني. شوف مشكلة، أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن مشكلة الأمة اليوم التسخط، مفيش حمد، مفيش شكر، مفيش قناعة. والحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول: قد أفلح، أين الفلاح؟ قد أف بخلاف النجاح، خد بالك، النجاح شيء والفلاح شيء. أنا مش عايز أطول بس بختصر بقدر الإمكان. قد أفلح من، النجاح مش موجود في القرآن، إنما شوف الفلاح: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من رزقه الله كفافا، أولا من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. 3 حاجات: من أسلم ورزقه الله كفافا، وإيه؟ وقنعه بما آتاه. ألسنا من فقراء المهاجرين؟ ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء. قال: ولي خادم. قال: إذن فأنت من الملوك. يا سلام، شوف بقى كم مالك اليوم، ومع ذلك الناس تتسخط، مش عاجبهم، لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. إذن الحمد لله دائما لابد أن تكون على لساننا، والحمد يشمل كل الأعضاء، كل الأعضاء. كيف؟ إذا كان الحمد يكون بالقلب فقط، كيف الحمد يشمل؟ هو يشمل، يعني لا نقول بالأصالة، وإنما بالتضمن، على اعتبار أن القلب هو سيد البدن. إنما على الحقيقة الحمد بالقلب فقط، على الحقيقة الحمد يكون بالإيه؟ بالقلب. فإذا حمد القلب هيأثر على كل الأعضاء، كما قال حبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بينما الشكر حقيقة يشمل كل الأعضاء، مش مجازا بقى، لا، حقيقة الشكر يشمل كل الأعضاء. كيف هذا الكلام؟ قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يشمل كل أعضاء الإنسان، فشكر العينين البكاء، وشكر الأذنين الإصغاء، وشكر اللسان التضرع والثناء، وشكر القلب المحبة، والجناحان الخوف والرجاء، وشكر اليدين العطف على المساكين والفقراء، وشكر الرجلين السير على طريق الأنبياء والأولياء. إذن الشكر بيشمل كل أعضاء البدن، بينما الحمد يكون بالإيه؟ بالقلب فقط، وأما المدح فيكون باللسان فقط. نعم. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه وعلمنا. أدي الوقفة الأولى عند الحمد لله، فدائما واظب على إيه؟ الحمد لله. في الحديث: كل أمر ذي بال، أي ذي شأن، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع أو أبتر أو أجذم، يعني منزوع البركة. حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام، الحبيب صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من الأمة اليوم لا يعرفون اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول له: ايش نسب الرسول؟ محمد ابن ايه؟ يقول لك: مش عارف. ابوه اسمه ايه يا اخي؟ ابوه، مش هقول لك يعني جد السابع ولا العاشر، ابوه، يقول لك: ما اعرفش. طبعا ده واقع مر واليم ومؤلم، والسبب ايه؟ حاجة واحدة فقط، اننا شغلنا عن تربية ابنائنا، لان هذه الاجيال كانت في البداية في الاصل اطفالا. هؤلاء الأطفال من الذي يوجههم؟ من يعرفهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من يعرفهم بأبيهم؟ لأن من حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو حق سهل جدا وينبغي أن نعلمه جميعا،
أن تتخذه لك أبا كما اتخذك له ابنا. النبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، في قراءة ابن مسعود وهو أب لهم، قراءة شاذة ولكن معناها صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمسلم من نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أب لكل مسلم. كيف تكون الأبوة؟ هذه أبوة الإيمان، وأبوة الإيمان أقوى وأشد من أبوة النسب. أبوة النسب يوم القيامة، يوم يفرق المرء من أخيه وأمه وأبيه. إنما الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفر منك ولا تفر منه، وإنما إذا لجأت إليه يوم القيامة يسعفك ويغيثك بفضل الله سبحانه وتعالى، فيكون الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين من السادة الحضور يقول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونعطيه جائزة إن شاء الله؟ يقول النسب كاملا غيبا عن ظهر القلب ونعطيه جائزة. الجائزة جاهزة للفائز والفائزة. لو في حد مسجل معانا جديد برضه يتواصل مع إدارة لتسجيل اسمه في الدورة. مرحبا الأخ فيصل، الأخت سمية، الأخ بخيت، الأخت أسماء. طبعا احنا عندنا الدورات بتنبني على المشاركة والتفاعل، فلا بد من التواصل، لا بد من التواصل صوتيا، هذا من شروط الدورة، لأن لو محاضرة مسجلة نسجلها وخلاص وانتهى الموضوع. فمين يا جماعة يقول لنا مين؟ نسب الرسول عليه السلام، ولو حتى يقول خمسة أسماء؟ ها، محمد ابن إيه، ابن إيه، ابن إيه. أستاذ ممكن اتفضلي يا اختي أجيب؟ سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة، اتفضلي. هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني جده عبد المطلب، ابن هاشم ابن عبد مناف صح، ابن ممتاز. قصي ابن نعم ابن قصي ابن كلاب، كلاب بالكسر. كلاب هكذا نعم، فقط هذا الذي يعني طيب ممتازة ما شاء الله، ممتازة، نعطيك جائزة إن شاء الله. أكتب اسمك، لأن طبعا أنا دلوقتي مشغول في الدرس، بعد الدرس أعطيك جائزة إن شاء الله. فتح الله جزاك الله عليك. خيرا. لا هذه لنا يعني، ليس بشرط جائزة أو هكذا يعني، قتل الإنسان يعني أمور أساسية. نعم، بارك الله فيك نعم ما شاء الله. إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن خليل الله إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. وما بين عدنان وإسماعيل سبعة رجال كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. إذا شيء مهم وجميل جدا، اكتبها عندك وعلقها وهتحفظها، وقولها مرة واثنين وثلاثة وستحفظها وتكون عندك كالماء والهواء. الرسول عليه السلام ولد في عام الفيل كما هو معلوم، وفي عام الفيل العام الذي يعني اعتدى أبرهة ومن معه على الكعبة حاول الاعتداء ولكن أخزاه الله، وكانت المعجزة، فأرسل عليهم إيه؟ السلام. طيرا أبابيل، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شفتش؟ طب هل الرسول شاف؟ إذا كان هو ولد في عام الفيل. نعم شاف، رأى. وإذا سئلت بألم وأليس وألا قلنا تجيب بإيه؟ ببلى. طيب لينا احنا جميعا، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب احنا فين وعاد فين؟ ماذا نجيب؟ نقول بلى رأينا. طبعا هذه فيها سؤال أرجو أن تفكروا فيه وتبحثوا فيه، سؤال اليوم. طبعا إلى الآن ما وصلنيش أي إجابة عن الأسئلة السابقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني إن احنا حضرنا واستفدنا ما شاء الله، بس ما اهتممناش بالأسئلة،
بصراحة يعني. فلابد ان احنا نهتم اذا كنا راغبين في الافادة. المجالس هتكون 45 مجلسا ان شاء الله، كلها فيها فوائد، ويندر ان تجد هذه الفوائد. ولا ازكي نفسي على الله، انما هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاللي عايز يستفيد يكتب الاسئلة ويبحث فيها، اللي ما يجاوبش عنها مش هجاوبه خلاص، اللي ما سألش مش هكلمه فيها كأن شيئا لم يكن، لان ان لم يكن حرص من الطالب فلن يكون اهتمام من المدرس. الشيخ والطبيب، العالم والطبيب، ان المعلم والطبيب كلاهما لا يجودان بالعلم اذا لم يكرما. ان المعلم والطبيب كلاهما لا يجودان اذا هما لم يكرما. فاصبر على جهلك إن جفوت، فاصبر على دائك إن جفوت طبيبه، واصبر على جهلك إن جفوت معلم. فإذا كنت أنت عايز العلم، المعلم يعطي أو الطبيب يعطي، لابد تحترم المعلم أو الطبيب وتهتم بما يقول وتجاوبه على الأسئلة وتبحث وتجتهد عشان هو يعطيك. طب أنت ما اهتممتش، هو كمان مش هيهتم. بس لأن الشيخ عزيز برضه مهما كان، العلم عزيز، والشيخ يكتسب العزة من العلم. تمام يا جماعة؟ فأنا ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي. اللي عايز يا جماعة يستفيد هيبحث عن أسئلة ويتواصل، ما خلاص هقول أسئلة وأسئلة وأسئلة وأسئلة، وبعدين مش هجاوب على حاجة إلا إذا وجدت اهتماما واعتناء بهذه الأسئلة. إذا الوقفة الثانية الحديث عن الرسول عليه السلام ونسب الرسول عليه السلام وفضل الرسول، أزواج الرسول، بنات الرسول، أولاد الرسول، تبقى عارف الحاجات دي وتبحث فيها جيدا حتى تستفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما في الحديث الصحيح. وخير من قد قام بالمقام. نعم، حد قال أستاذ؟ أيوة أنا أستاذة. أهلا وسهلا، نعم، اتفضل. سألتك امبارح، سألتني عن الزهراوي، حديث طب الزهراوي بس ما هو كذلك الآية. دلوقتي هيبقى صعب ان احنا نجاوب صوتيا لضيق الوقت، أيوة فاكتبي راسليني بالإجابة اما في سكايب او في الفيسبوك. مشكورة إن مأجورة، شاء بارك الله. الله فيك. طيب، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. خير من قام بالمقام يعني مقام إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الكلام، إن الإمام نافع بيقرأ إيه، واتخذوا بالفتح كم أصل نافع وابن عامر، واتخذوا، والبقون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ جاء بختم الوحي. نعم، ختم الرسالات. قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الرسول عليه السلام ختم الأنبياء والمرسلين. وقفة سريعة هنا، يوجد فرق بين النبي والرسول. ما الفرق بين النبي والرسول؟ مين يقول لنا؟ النبي بشر، ذكر، رجل أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، هذا هو النبي. الرسول مثله تماما، بشر، ذكر، رجل أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ. الزيادة في زيادة بس صغيرة كده، واختصه بشريعة. الرسول اختصه الله بشريعة، يعني بيقول مثلا موسى وهارون. موسى أوحى الله إليه، رجل أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، كما في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى الله يرسل رسل الأنبياء. الناس اللي قالوا إن الرسول أمر بالتبليغ والنبي
لم يؤمر هذا الكلام غير صحيح، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. فموسى عليه السلام أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، نعم، واختصه بشريعة التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. أما هارون فهو أيضا رجل أوحى الله إليه، اصطفاه الله، أوحى الله إليه وإيه وأمره بالتبليغ، ولكن لم يختصه بشريعة. لماذا؟ لأنه يتبع لشريعة موسى عليه السلام، وهبنا معه أخاه هارون نبي. نعم، الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن رسول الله وخاتم، هكذا قرأ عاصم والباقون، وخاتم النبيين. إمام نافع فقط هو اللي بيهمز النبي والنبوءة كما سيأتي معنا، والأنبياء سيأتي هذا معنا إن شاء الله. يبقى إذن الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء. يجي واحد النهارده يقول لا أنا رسول جديد، نقول له ما فيش حاجة اسمها رسول جديد، لأن النبوة عموم. فإذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم العموم فقد ختم الخصوص. لماذا؟ لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وبعدين الأمر الثاني، من هو أول نبي؟ سؤال سهل جدا وسريع، مين يجاوب عنه؟ من هو أول نبي؟ أين أنتم يا أهل الخير؟ أين ذهبتم؟ أنا شايف معايا ما شاء الله الأخت سمية، الأخت نسرين، الأخت نورة، الأخت الأخ بخيت، الأخ بخيت من أي بلاد ما تعرفناش عليه، والأخ فيصل ما تعرفناش عليه. سيدنا آدم، صح، فتح الله عليك. أخت سمية ممتازة ما شاء الله. يبقى أول نبي هو مين؟ آدم. الدليل قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم. إذن أول نبي هو إيه؟ هو آدم، صح. طيب من هو أول رسول؟ سيدنا نوح سيدنا نوح. عليه السلام. ممتازة يا أستاذة سمية ما شاء الله. يبقى إذن المجلس كله سمية، مفيش حد للأخت سمية بس. أنا شايف الأسماء دي، سمية 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 سمية، في خمسة سمية ولا إيه؟ ولا أنا مش واخد بالي؟ فين يا جماعة الناس تاني؟ يبقى هي هيمنت الأخت سمية كده ما شاء الله، هيمنت على كل المجلس، بارك الله فيها ونفع الله بها وفي إخواننا وأهلنا جميعا في الجزاء. إذا أول نبي هو نوح. يلا كملي جميلك بقى يا أخت سمية وقولي الدليل. أول رسول هو نوح، أين الدليل؟ حافظ القرآن؟ السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حافظ القرآن يا أخت سمية؟ ما بيوصلش الصوت إن ولا إيه؟ آسف، يعني إن أوحينا إلى آدم ونوح لا، اصطفينا. في آية بقى في القرآن اللي حافظ. مين معانا حافظ القرآن كاملا؟ شيخنا نعم، الحمد لله. حافظة، نعم شيخنا. حافظة كاملة الحمد لله. طب هات يلا الدليل بقى، الدليل ان إن اول رسول هو أرسلنا نوح. نوحا إلى قومه. طب ما هو يقول لك برضه لوطا، يقول لك والى ثمود اخاهم صالح والى عاد اخاهم هودا. فين نعم. الدليل؟ دليل سهل جدا، في اخر سورة النساء، انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح النبي والنبيين من بعده. الله، يبقى اذن جزاكم الله خير. اول ايه اول رسول هو مين؟ هو نوح عليه السلام. وذلك عندنا ثلاثة آباء، الأب الأول هو أب للبشرية جمعاء وهو آدم، أبي وأبوك وأبو كل البشر كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم التراب. الأب الثاني هو نوح، ذرية من حملنا مع نوح، الأب الثاني للبشرية. الثالث في بقى أخص من هذا اللي هو إيه؟ اللي هو إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء، أبو إسماعيل وإسحاق. إسماعيل تزوج من جورهم واستعرب، هو أصلا أعجمي ولكنه استعرب وتعلم العربية فأصبح عربيا، اللي هو والد العرب الإيه؟ المستعربة. خلاص العرب البائدة انتهت والعرب العربة انتهت،
لم يتبقى إلا العرب الإيه المستعربة، أبوهم إسماعيل عيسى، وبعدين إسحاق أبو العجم. يبقى إذا الجماعة اللي هم اللي في أمريكا وفي أوروبا دول يبقى يقربوا لنا إيه؟ أبناء عمومتنا، أولاد عمنا، لأن إسحاق هو إيه؟ هو أخو إسماعيل. وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. تمام؟ يبقى بنو إسرائيل اللي هم مزعلنا اليهود والنصارى، الله يهديهم، أبناء عمومتنا. إذا الإسلام دين جميل جدا وسهل وبيقرب المسافات. بيقول لك ارجع للأصل، ارجع إلى إيه؟ إلى آدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شوف كلمة النبوءة فرعت لنا كلام جميل جدا وحلو عن الأنبياء حتى نرجع إلى الأصل. ولما تدعو الناس للإسلام رجعهم للأصل، رجعهم لإيه؟ لآدم عليه السلام. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البرية، خير الأمم على الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. إيش أمة الدعوة؟ أمة الدعوة كل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن مسلما. يعني لما نقول بوش الأب من أمة، الابن من أمة الدعوة، اللي فات دوت اوباما من امه، ترامب او ترامب في طريقتين في النطق، ايا كان برضه من امه الدعوه. كل من بلغته دعوه الحبيب صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، يهودي نصراني بوذي هندوسي اي مله اي دين، بلغته دعوه الحبيب صلى الله عليه وسلم هو من امه الدعوه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وانت من امه الدعوه، يلا استجيب بقى، انت نلت شرف ان انت من امه الدعوه، ما المانع ان تدخل في امه الاجابه؟ أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول، اللهم اجعلنا منهم اللي هم بقى آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهم أعجب الناس إيمانا كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة ذات يوم، من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا يا رسول الله الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا يا رسول الله، إذن بدأوا يفكروا، يا رسول الله الرسل هم أعجب الخلق إيمانا. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، رسول ويوحى إليه وما يؤمنش. قالوا يا رسول الله إذن نحن أعجب الخلق إيمانا. صحابة. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. الله أكبر، احنا اخترنا رسول الله، ماذا نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعجب الخلق إيمانا قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين. يعني ايه؟ يعني يبلغهم القرآن في صحف يصدقون به. بالنسبة لهم الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالرسل غيب، الإيمان بالكتب غيب، الإيمان بالقضاء والقدر غيب، الإيمان باليوم الآخر غيب، كل شيء عندهم غيب. ولهذا أول كلمة في صفات المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. فالإيمان بالغيب هو جماع الإيمان، يجمع كل الإيمان، كل حلقات الإيمان مجموعة في كلمة الإيه؟ الإيمان بالغيب. تفضلوا الماء معي إن شاء الله. تمام؟ إذن الإيمان بالغيب مهم جدا. لتكون من أعجب الخلق إيمانا ينبغي أن تؤمن بالغيب. الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال طوبى لمن آمن بي ورآني. طوبى يعني طوبى، شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر في ظلها، راكب الجواد المدمر يعني اللي هو ايه، بسبب كثرة السير زال منه الشحم والدهن وأصبح قوي سريع، جواد مدمر، يسير في ظلها كام؟ 100 عام لا يقطعها. طوبة. وبعض علماء اللغة قالوا لا، هي مش مقصود طوبة كده، طوبة يعني كما تقول حسنى في حسن وفي أحسن وفي حسنى، لم يقل الله في صفات أهل الجنة إن هم ليهم الحسن ولا الأحسن، إنما قال إيه؟ الحسنى، يعني أفضل شيء للذين استجابوا لربهم الحسنى. الله، الحسنى. وفي الآية الثانية قال إيه؟ وزيادة، اللهم اجعلنا منهم.
الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يبقى ما يقول لك طوبى أصلها إيه؟ طيب، أطيب، طيبة زي ما احنا قلنا حسنى، طيبة، وبعدين ضمت الطاء وقلبت الياء واوا فأصبحت إيه؟ طوبى، كما يقول الصحفيون طوبى، أطيب شيء، أفضل شيء. الله، اللهم اجعلنا منه. والشجرة لو احنا خدنا أيضا بالتفسير الأثر وهو أولى، يعني نجمع بينهما، يبقى طوبى شجرة في الجنة، الراكب يسير في ظلها إيه 100 عام لا يقطعها، وتخرج منها ثياب المؤمنين. شوف أنت عايز تلبس إيه، عايز كسادورة ولا عايز قميص ولا عايز بنطلون ولا عايز الحاجة اللي أنت عايزها، تطلع لك منها الشجر. شيء عظيم جدا وجميل، ما فيش أي حد في هذا العصر، عصر التقنية والتكنولوجيا، يقدر يعمله، إن الشجرة تطلع الملابس، أفضل الثياب. اللهم اجعلنا من الجنة. إذا طوبى لمن آمن بي ورآني، كما روى الطبراني وغيره، حديث صحيح. ثم قال طوبى ثم طوبى ثم طوبى، في بعض الروايات 7 مرات، لمن آمن بي ولم يرني. وروى الإمام مسلم والإمام مالك وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: وددنا أن لو قد رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو يراني بنفسه والناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الشرف وهذا الفضل العظيم. نكمل كده. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرم. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم جدا، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا بد تصلي على الرسول عليه السلام، لأن فيها ثواب عظيم جدا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. بعض الناس يقول لك إيه واجبة مرة في العمر؟ مين قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ إذا كان الرسول عليه السلام نفسه في حديث صحيح قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. والبخل ده مكروه ولا حرام؟ البخل حرام. طب ايه تاني؟ عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم ثم قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، وكان لمنبره 3 درجات. فتعجب الصحابة: لماذا فعلت هذا يا رسول الله ولم تفعله من قبل؟ قال: أتاني جبريل آنفة فقال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقل آمين، فقلت آمين. يبقى الداعي جبريل، والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، والله هو المجيب. يبقى دعاء مستجاب 100%، محقق، ما فيش فصال فيه. ثم أتاني الثانية وقال: يا محمد، خاب وخسر أو رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. الله أكبر، إلحق بقى، الوالد موجود، أحي والداك، نعم، ففيهما فجاهد، اجتهد بقى معاه في بر الوالدين، ويا بركة دعاء الوالدين زي ما بيقولوا، يا بركة دعائهم ساعة رضاهم. طب والتالتة؟ ثم أتاني الثالثة فقال: يا محمد، خاب وخسر أو رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدين هموم الدنيا تزول بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهموم الآخرة تزول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل في أول سورة محمد وفي حديث أبي بن كعب. في أول سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، اللي هو هم الآخرة، وأصلح بالهم، أدي هم الدنيا. تعال شوف بقى مصداق هذه الآية في القرآن الكريم، في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. ادي الايه وادي الحديث، دليل، لابد من الدليل. احنا ليه بنجيب ايات وحديث؟ لان العلم بغير دليل ليس علما، يبقى تقليد، كما قال الامام الشافعي والامام ابن القيم وغيرهم: اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم، اذ ان العلم هو معرفه الحق بدليله. لما تقول لي اي حاجه قول لي دليل بتاعها من غير دليل. شيخنا الدكتور سعيد حفظه الله كان يقول لنا: بالدليل أنت السيد وبغير الدليل أنت الجاهل. فأنت عايز تبقى سيد ولا عايز تبقى جاهل؟ الناس الطيبين اللي معانا عايزين تبقوا أسيادا ولا عايزين تبقوا جهلاء؟
اللي عايز يبقى سيد يكتب واحد، اللي عايز يبقى جاهل يكتب اتنين، ماشي؟ كلام ما يزعلش حد اهو. اللي عايز يبقى سيد يكتب واحد او سيدة. اخت اسماء، ها مين تاني معانا؟ الاخت نور عايزة تبقى سيدة، مين تاني؟ شفت، انا بقى انا بستشف اشوف مين اللي متابع معايا، ابقى عارف مين المتابع من غير ما اقول اكتبوا اسماءكم والغياب والحضور، انا عارفه. اخ فيصل، ها مين تاني؟ لسه فاضل واحدة. أخ بخيت، أخ بخيت معانا ولا مش معانا؟ طيب فين الدليل يا جماعة؟ أين الدليل؟ الدليل بقى في حديث أبي بن كعب رواه الإمام الترمذي وغيره. قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجعل لك ثلث دعائي، ثلث دعائي صلاة عليك، ثلث الدعاء اللي أنا بدعو به أصلي عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو خير، وإن زدت فهو خير لك. ده شيء جميل جدا، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الدعاء، لأن من أسباب استجابة الدعاء أصلا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث صحيح أيضا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى رجلا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا احمد الله وصلي على نبيك يستجب لك. يبقى عليك أن تحمد الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب دعائك. فلما أبي بن كعب يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الصلاة، ثلث ما يدعو به صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء جميل جدا، هو خير. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك شطر صلاتي، شطر الدعاء صلاة عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقال: هو خير، وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: هو خير، وإن زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، كل صلاتي، كل دعائي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس مش هقول غير كده. الله أكبر، شوف بقى النتيجة، شوف الجمال، شوف الحلاوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك يعني إيه؟ هموم الدنيا. ويغفر لك ذنبك يعني ايه؟ هموم الآخرة. يبقى انت عايش في راحة وأمان. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. اللهم فرج عنا جميعا وعن جميع المسلمين في كل مكان. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه علمه وعلمه، وقدم التعليم يعني هنا برضه عشان الوزن، وإلا في الأصل هو إيه؟ التعلم ثم التعليم، تعلم ثم تعلم. نعم، الواو هنا لا تفيد الترتيب. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الواو لا تفيد الترتيب. ممكن تفيد الترتيب، يبقى تتعلم ثم تعلم، صح. ممكن لا تفيد الترتيب، تعلم ثم تتعلم، في حاجات بتظهر لك تبدأ تتعلم تستفيد، كما قال الإمام مالك: مع المحبرة إلى المقبرة، أو مع المحبرة إلى المقبرة. وممكن تجمع بينهما، جاء زيد وعمرو، تتعلم وتعلم في نفس الوقت. يعني شوف شوف جمال الحديث، ما قالش ثم أو فعلمه، لا، تعلم القرآن وعلمه لتحتمل هذه الوجوه الثلاثة. واستعمل الفكر له وفهم، تفهم، أهم شيء الفهم، التدبر. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، كما حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الإيه؟ مع الكرام البررة. نعم، ماهر، ماهر بالقرآن يعني إيه؟ في الحفظ ممكن، ماهر في القرآن في التجويد، أداء الأحكام، صح. أهم شيء هو أن تكون
ماهرا في العمل مع واحد من هذين الاثنين، الحافظ وفي نفس الوقت بتعمل بيه ممتاز، متقن لأحكام التجويد وبتعمل بيه ممتاز جدا ما شاء الله. هذا هو المقصود. طبعا علماؤنا قالوا اللي معاه رواية واحدة مش زي اللي معاه الاثنين، مش زي اللي معاه ثلاثة، مش زي اللي معاه القراءات السبع، مش زي اللي معاه القراءات العشر، مش زي، بس بشرط ايه؟ العمل بها، بشرط العمل بها. نعم الله. ليه؟ قال لك لأن قراءة القرآن أصلا متعة. اوعى تبقى جالس حاضر المجلس ولا بتقرأ وكده وانت متأفف ومجرد انت عايز يعني بتقضي الوقت وخلاص، لا لا لا. لو كان الأمر كذلك يبقى اعلم أن القرآن سيفر منك، مش هيستمر معاك. القرآن عزيز، كلمة جميلة وقالها الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. قال إيه؟ القرآن عزيز، يعني لو تركته سيتركك، لو أنت استمسكت بيه هيستمسك بيك، هتتركه هيسيبك، مش هيقول لك لا أنا معاك، أنا معاك على طول على الحلوة والمرة، مفيش حاجة اسمها معاك على طول. لو أنت استمسكت بيه هيستمسك بيك، هتتركه هيتركك. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عن نبينا الأواه، يعني الأواه يعني كثير التأوه من الخوف من الله كما كان إبراهيم عليه السلام. يتأوه، حزن، خوف، وجل من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يخاف، وكان صدره له أزيز كأزيز المرجل، خاف خوف شديد، رغم ان هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب احنا نعمل ايه؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. الرسل سينسون الإجابة، ما يبقوش عارفين يقولوا ايه، يقولوا لا علم لنا انك انت تعلم. طب احنا نقول ايه؟ يبقى لازم يا جماعة نراجع نفسنا ونستمسك بهذا الكتاب العظيم، ونعلم انه متعة، قراءة القرآن متعة، وأن نستلذ بها، نستلذ بها، نتمتع. وكذلك التسبيح، لأن القرآن ليس وسيلة، والتسبيح ليس وسيلة عشان تدخل الجنة وتسيبه، لا، سيظل معك لأنه كلام الله، القرآن كلام الله، والتسبيح قربة إلى الله، ومحبة في الله، ونور من الله، وهذا مستمر ودائم أبد الآبدين. ولهذا أقول القرآن والتسبيح غايتان وليس وسيلتين لدخول الجنان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تفضل تقرأ 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 وترتقي وانت فرحان بالآيات، ولو كنت بتنسى في الدنيا الله سبحانه وتعالى سيثبت القرآن في صدرك في الآخرة. ليه؟ لأن الجنة في خلاص الكمال بقى، فيها الكمال المطلق، تاكل تشرب تنام كل حاجة، مفيش تعب. حتى لو كنت انت بتتعب في الدنيا وتشعر بلذة عندما تستريح، الآخرة ما فيهاش تعب، وأيضا فيها راحة دائمة. أحد الفلاسفة قال طب كيف الإنسان، ما هو الإنسان ما بيحسش بطعم الراحة إلا إذا تعب، ده هذا في الدنيا حبيبي، إنما في الآخرة مفيش حاجة اسمها تعب. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اللهم اجعلنا منهم. طيب التسبيح، قال لك التسبيح أيضا لذة مستمرة مع العبد في الآخرة أيضا، كما قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم. وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، شوف انا احنا وصلنا، انا بعيد اهو عشان الابيات اللي قرأناها ديت اجتهدوا في حفظها، واللي عايز يسمعها يتواصل معي ان شاء الله عبر الخاص، وممكن نخصص وقتا للتسميع بعد المجلس ان شاء الله. احنا الان سنصلي العصر. اختم بس بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني النفس عندهم الشهيق والزفير، الشهيق والزفير عند اهل الجنة هو ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. اللي عايز يسمع الابيات ديت، اللي حافظ الابيات ديت وعايز يسمعها، يحضر نفسه جيدا، وان شاء الله ساصلي ثم اعود لمن اراد او لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه، استعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البرارة. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شفيع مشفع، وقد أتت في لفظه آثاره، لا تكتفي بحملها أسفار. فلنكتفي منها بما ذكرنا، ولنصر في القول لما قصدنا. في نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيل المدني نافع، إذ كان مقرأ إمام الحرام الثبت فيما قد روى المقدم. وللذي ورد فيه أن دون المقاريس سواه سنة، فجئت منه بالذي يطرد، ثم فرشت بعد ما ينفرد. في رجاز مقرب مشطور، لأنه أحظى من المنثور. يكون للمبتدئين تبصيرا، وللشيوخ المقرئين تذكيرا. سميته بالدرار اللوامع في أصل مقرأ الإمام